راح بحضراتكم اكيد مره كمان واولى فقراتنا بقى الحواريه، وهنتكلم فيها زي ما كنت بنوه في بدايه الحلقه عن رياضه التجديف. رياضه التجديف يعني بقت من الرياضات المنتشره بشكل كبير جدا، ويعني هنتكلم تحديدا مؤخرا في مصر، وعندنا فيها ابطال وعندنا فيها بطولات مختلفه. خلينا نتعرف عن التفاصيل ونتكلم كمان في الكواليس وما هو قادم يعني من ضيفنا اللي منورنا دكتور عمرو النوري رئيس الاتحاد المصري للتجديف. بونجور يا دكتور. بونجور، صباح الخير، نورنا بجد. اهلا بيكم. التجديف مش من الرياضات اللي نسمعها نقول رياضة لسه مستحدثة، لا، رياضة قديمة جدا موجودة في أندية مختلفة في مصر، في أبطال كتير جدا وأعداد كبيرة رجال وسيدات محققين برضو بطولات. خلينا نبدأ من يعني النقطة دي ونتكلم بعد كده بقى فيما هو قادم. لحد دلوقتي قدرنا نحقق إيه بما نحن بنتكلم إن هي رياضة ليست مستحدثة؟ هو طبعا رياضه التجديف هي اقدم رياضه في مصر، يعني مش هتكلم على قدماء المصريين، حاجه ليها علاقه بالكالتشر كمان شويه، والكالتشر والنيل ومراكب الشمس، يعني بالزبط. عندنا رياضه من زمان. مش بس كده، احنا اول اتحاد رياضي في جميع الرياضات يتم تاسيسه في مصر عام 1907، يعني قبل حتى يمكن الكوره، قبل جميع النادي الاهلي بقى، قبل يعني طبعا واصبحت رياضه مهمه جدا بوجودها في النيل طبعا. وحديثا كانت بيتم اللي هي ممارستها فقط في الانهار والبحيرات. تم حديثا اضافه ثلاث انشطه جديده اللي هي للاتحاد المصري للتجديف، منهم حاجه اسمها تجديف الشواطئ، ودي رياضه مستحدثه بتجتاح العالم دلوقتي. هي ورياضه اللي هي التجديف داخل الصالات اللي هي فيها المحاكاه الالكترونيه لحركه التجديف. ده ملهاش علاقه بالكانوي والكاياك، ده حاجات تانية. الكانوي حاجه لعبه تانية خالص. الكانوي هي بتبقى قارب بيبقى قاعد على كرسي غير متحرك، التجديف بيبقى كرسي متحرك، الكاياك بيتحرك للامام، التجديف بيبقى ماشي في عكس اللي هي ظهر اللي هي اللاعب او مع ظهر اللاعب. يعني التجديف يمكن اللعبه الوحيده اللي بتقدر تحرك جميع عضلات الجسم. أوكي. يعني ما فيش عضله تقريبا ما بتتحركش فيها عضلات، مش بس الابر يعني، لا الابر ان هو بيبقى قاعد على كرسي والكرسي ده بيتحرك بيستخدمه، وهو بيتحرك للامام وهو بيدفع للخلف، فجميع عضلات الجسم بيتم حركتها. وتم اضافه كمان حديثا زائد تجديف الشواطئ، في تجديف شواطئ السرعه، ودي لعبه اولمبيه جديده يتم اضافتها دلوقتي، فاحنا ابتدينا نشارك فيها بقوه. وتجديف اللي هي الماراثون للشواطئ ايضا. واخيرا تم اضافه اللي هي البارا روينج اللي هو اللاعبين ذوي القدرات اللي هي الخاصه. ده امتى تحديدا؟ ده لسه حديثا الحمد لله، وتم مشاركتنا في معسكر تبع الاتحاد الدولي في تونس. حلو قوي. ومشاركه في بطوله هناك، ودي اول مره، ودي اضافه جديده، وبندعو فيها ذوي القدرات الخاصه ان هم ينضموا الى اسره التجديف. هي فعلا يعني اسم على مسمى ذوي قدرات خاصه، لسه كنت بتكلم في الانترو كان معايا خبرين خاص بيهم، قد ايه هم بيدوا الواحد امل، يعني على طبعا. تحدي الصعاب، تحدي الاعاقه نفسها صعبه جدا، حاجه مش سهله اي حد يعملها، في ناس سلام جسديا لكن ما عندهمش نفس الروح، ما عندهمش نفس الثقه الاصرار. حاجه محترمه كمان احنا بنتكلم لاول مره تتم في مصر يبقوا طبعا. يقدروا ان هم يشاركوا. طب في شروط معينه، اي حاجه، سن معين، عشان برضو اللي بيسمعنا يقدر طبعا اي لاعب يقدر يمارس الرياضه، لكن احنا بنتكلم على الجزء اللي له علاقه الاحترافي. بالممارسه الاحترافي يعني، او الممارسه اللي هي الدوليه. عندنا في قوارب مختلفه، بيبقى في اللي هو الفردي والزوجي، في اللي عندهم في اعاقه او يعني المشكله في الرجلين، او اذا كانت رجل واحده، يعني في كذا نوع منهم بيتم تصنيفهم تبع الاتحاد اللي هي الدولي. واحنا عندنا في لاعب محمد رامي لسه راجع، وده له طبعا الفخر ان هو اول لاعب مصري يشارك في بطولة ذوي القدرات الخاصة على المستوى العالمي. وعندنا في لاعبين ان شاء الله ان احنا سنستثمرهم في علي الزيني، وان شاء الله ان احنا الفترة القادمة يبقى في اهتمام اكتر بذوي القدرات الخاصة. يعني حلو جدا لما اجي اتكلم عن ذوي قدرات خاصه واتكلم حتى عن ابطال بتوعنا، بس كل ده عشان اوصل لنتائج زي ما احنا بنتكلم لازم يكون في معسكرات، لازم يكون في اعداد، لازم يكون في تمويل، خلينا او اهتمام من الجانب المادي. اخبار النقاط دي ايه برضو يا دكتور؟ احنا يعني عملنا معسكر سريع قبل هي السفر للمعسكر تونس، ولكن طبعا احنا لسه في البدايه. الخاص بذوي القدرات القدرات الخاصة. ده كان على حساب مين تكفل؟ الاتحاد المصري للتجديف طبعا، بيدعمه الوزاره اللي هي الشباب والرياضه، وبيدعمه ايضا البنك الاهلي المصري، بيدعم الاتحاد اللي هي المصري للتجديف في انشطته اللي هي المختلفه يعني. لكن احنا طبعا عندنا في تاهيل افريقيا في فتره قادمه.
وده تأهيل لأولمبياد فرنسا 2024، وبنحاول ان احنا نستضيف التأهيل هنا في مصر. يعني في طبعا منافسة بيننا وما بين تونس في استضافة اللي هي البطولة التأهيلات، فدي ان شاء الله ان احنا يتم تأهيل لاعبين عندنا، في لاعبين مرشحين، في طبعا لاعبنا الدولي عبد الخالق الهيل بنا هو اللاعب اولمبي يعني اكثر من مره، وان شاء الله في لاعبين تانيين بيتم تصفيات دلوقتي ما بين الفرق المختلفه عشان نختار مين اللي هو سيتم تمثيل مصر في التاهيل. وفي لجنه فنيه عندنا بقياده اللواء طارق عميره والمدير الفني محمد طه، طبعا اعضاء مجلس الاداره بيتابعوا هذا الموضوع تماما. يعني عندنا في تجديف الشواطئ، تجديف الشواطئ احنا شاركنا في عدة بطولات منهم بطولة تونس الدولية، وتم تأهيل 4 لاعبين من مصر لدورة الألعاب الأولمبية الشاطئية اللي هي ستقام في إندونيسيا في بالي هذا العام إن شاء الله، منهم محمد علاء أوطة وفي علي علاء ومريم همام ونور الهدى، دول بالنسبة اللي هي تجديف الشواطئ. وإحنا شاركنا السنة دي برضو أو في آخر السنة اللي فاتت في بطولة العالم في انجلترا في تجديف الشواطئ، وحصلنا على مركز سادس في بطولة العالم في الرباعي. ففي أنشطة جميلة موجودة غير تجديف اللي هي الأنهار، تجديف الشواطئ، وفي تجديف الأونلاين احنا حصلنا على أكثر من ميدالية أونلاين اللي هو التجديف اللي هي الصالات، بيتوصل كل جهاز بالاتحاد الدولي أونلاين وبيبقى فيه محاكاة. بس ما فيهوش متعة ده يعني متهيألي أكثر، يعني كل قارب بيمثل على الشاشة يعني كل جهاز بيمثل بقارب على الشاشة، والقارب ده بيبتدي السبق كلهم، اللي بيدي الإشارة البدء بيبقى من الاتحاد الدولي من سويسرا، وفي 60 دولة بتبقى مشاركة في هذا السبق، حاجة أكثر من رائعة. وده الاتجاه العام دلوقتي الاونلاين في بعض اللي هي الرياضات. يعني هو احنا انا خايفه حياتنا تبقى اونلاين بعد كده كل الالعاب الالكترونيه، في بعض الرياضات بقت برضو الالعاب الالكترونيه، في الطب برضو عن بعد، التيلي ميديسن، يعني في كذا حاجه، ومنهم طبعا التيلي سبورت اللي بتحصل دلوقتي يعني. وحققنا ميداليات، عندنا في ساره ظافر خدت ميداليه ذهب في هذه هي بطوله العالم، عندنا بعض اللاعبين خدوا ميداليه فضيه، على اذكر منهم في سيف عز، في عبد الرحمن سعد، في ياسين يوسف، في مجموعة حصلت، مريم همام خدت ميدالية أيضا فضية، في حبيبة طارق، في جمال طه، يعني في مجموعة من اللاعبين أنا يمكن أنسى الاسم منهم، لكن حققوا نتيجة جميلة جدا لمصر في هذا الوقت. رائع جدا. طيب لو انا هتكلم عن مقارنه مصر بدول اخرى برضو عندها تنافسيه نفس الليفل، مين الدول المتالقه برضو في هذه الرياضه؟ معظم الدول المتالقه هي الدول الاوروبيه، معاهم طبعا الاوروبيه حضرتك عندك في انجلترا، المانيا، اسبانيا، ايطاليا، بلغاريا، التشيك، بولندا. دول متفوقين على مصر ولا الرانكينجز ايه؟ لو احنا اتكلمنا على تجديف اللي هي الانهار والبحيرات، وطبعا في تفوق منهم على مصر، ولكن احنا لما بنتكلم في الاونلاين التجديف داخل الصالات اللي هي في المحاكاه، عندنا في لاعبين بيتفوقوا وحصلوا على ميداليات ذهب فيها، وداخلين تجديف الشواطئ ان شاء الله، وربنا يسهل ان احنا نحقق فيها حاجات. طب رجال وسيدات مين المتفوق اكتر على الصعيد ده وده؟ احنا الفتره اللي فاتت اهتمينا جدا بالسيدات بالاضافه الى الرجال، فعندنا في لاعبين حققوا ميداليات في البطولات اللي هي العالم، وفي لاعبات ايضا حققوا في بطولات اللي هي العالم خاصه في التجديف داخل الصالات. عندنا الاولمبيك جيمز السنه دي احنا نتمنى ان احنا نتاهل بعدد اكبر من اللاعبين، لان المره اللي فاتت احنا تم تاهيل عبد الخالق الهيل البنا، كان زمان عندنا في علي ابراهيم يمكن خلفته دلوقتي عبد الخالق البنا، في لاعبين اخرين ابتدوا يظهروا في الصوره اللي هم اللاعبين الموهوبين زي سيف عز مثلا. حضرتك لسه كنت بتذكره، سيف دلوقتي عنده كام سنه تقريبا؟ سيف لسه طالع يعني هو تحت 23، هيلعب تحت 23 اكتر من سنه يعني. طيب برضو دكتور عمرو خليني اروح مع حضرتك لنقطه مهمه، دايما بنتكلم عن اي رياضه، بما ان احنا بنتكلم عن تأديف دي رياضه يعني قديمه، لازم عشان رياضه قديمه وليها بارت من الكالتشر في اي دوله لازم يكون الرياضه دي محققه باع كبير جدا. لو احنا هنتكلم عن التجديف احنا عاملين شغل محترم بس مش بالمستوى اللي ده برضو يليق
بحجم وقدم هذه الرياضة في مصر. دي راجعة لإيه؟ إيه المشكلة؟ إيه العائق اللي مخلينا مش عاملين شوط يليق بالتاريخ بتاع هذه الرياضة بصراحة؟ طبعا هو في مجموعة من العوامل المختلفة، يمكن عدد الأندية المصرية يمكن عندهم بعض الصعوبات، إن هم يعني أسعار قوارب، دي قوارب سباقات، فطبعا بتبقى هو القارب ده بيكون مين اللي بيجيبه؟ المسؤول اللاعب نفسه ولا الاتحاد اللي بيوفره؟ الاتحاد، لان القارب اسعاره يعني بتبقى تتراوح ما بين 8000 دولار الى اسعار مش الى 10000 دولار، ده بالنسبه للقارب الفردي. القارب اللي هو الثماني ممكن يوصل ل 40000 دولار، فده طبعا مع زياده اسعار الدولار طبعا بقت فيه صعوبه على كثير من الانديه، فبالتالي ابتدت تقلل وتحجم عن النشاط اللي هي الرياضي. يعني مثلا ادي على سبيل المثال نادي المقاولون العرب كان من اقوى الانديه بتمد التجديف باللاعبي اللي هي المنتخب القومي. اوكي. تقريبا نادي المقاولون العرب دلوقتي قلص نشاطه بصوره جامده جدا جدا، لدرجه ان في بعض السباقات الكثيره ما بيشتركش فيها، وده طبعا كان حاجه مهمه. كان جزء برضو كبير من لاعبي المنتخب كانوا بيجوا عن طريق اللي هي اتحاد الشرطه، وايضا عن طريق اتحاد اللي هي القوات اللي هي المسلحه الرياضي. يمكن الفتره اللي فاتت كان في يعني كان في تقليل شويه من المشاركه، ولكن ابتدوا في خلال هو السنه الماضيه ابتدوا يرجعوا تاني مع التحاور معهم وهكذا يعني. فدول يمكن يرجعوا تاني اللي هي نشاط التجديف على الدور اللي هو العالمي مره اخرى. الحاجه الثانيه، احنا عندنا في مشروع الاتحاد المصري للتجديف اسمه مشروع اللاعب الموهوب، بنبص فيه على اللاعبين اللي عندهم الخصائص اللي هي الاولمبيه او اللي هي اللاعب اللي هو العالمي، وابتدى يطلع منه نتاج لهذا المشروع. بس بتدوروا فين يا دكتور عمرو برضه؟ بندور في الانديه المختلفه، بندور احيانا في بعض اللاعبات اللي هم الموجوده، بندور في بعض اللاعبين عن طريق اللي هو عملنا عن طريق السوشيال ميديا دعوه. هي رياضه التجديف برضو مش من الرياضات الشعبيه او اللي هي، لا هي عايزه ليفل معين، قدرات معينه، صح؟ بتهيألي كده. لا هي فيها جميع انواع طوائف الشعب يعني فعلا. طبعا لا، ودي جمال رياضه التجديف، ان الواحد بيبقى فيه الجميع اللي هي الطوائف موجوده مع بعض من مختلف الاماكن، فدي حاجه رائعه، من مختلف الطبقات، ودي حاجه اكثر من على اساس اللي يقدر يمارس هذه الرياضه حتى على مستوى الهواه، يعني هيمارسها فين الا اذا كان مشترك في نادي زي نادي اليخت مثلا. لان حضرتك لما بتنزلي انت عايزه تتمتعي بالرياضه، فاللي هيقدر يخليكي تتمتعي بالرياضه من اي طائفه من طوائف اللي هي الشعب، كويس، على فكره كويس، دي حاجه جميله، وعشان كده دي من الرياضات اللي هي بتجمع ما بين جميع طوائف الشعب، وحاجه اكثر من رائعه يعني. وتلاقيهم كلهم اصدقاء، ممكن واحد يبقى مثلا عسكري والتاني ممكن يبقى وزير، كان في مثلا رئيس وزراء كان احد لاعبي اللي هي التجديف المشهورين، وكان الدكتور مصطفى خليل. اوكي. في ده قديما بقى. وكان في المساعد وزير اللي هي الخارجيه كان السفير سميح انور، كان من لاعبي التجديف اللي هم الكبار، وكان بيلعب معاه في نفس المركب، ممكن يبقى في عسكري من طبعا. لا لا لا، انا ما اقصدش كده، ده امر طبيعي، انا بس بتكلم ان في بعض الرياضات بتكون بطبيعه الحال مكلفه، فمش اي حد بيقدر ان هو يمارسها، وفي يعني زي كره القدم رياضه بسيطه، رياضه طبعًا شعبيه، وبالتالي ما بتبقاش متطلبه جرت ليفل جرت معين العادة او قدرات معينه. جرت العاده ان الانديه هي اللي بتجيب اللي هي القوارب. احنا بس طبعا الانديه عندها في صعوبه ماليه دلوقتي نتيجه اللي هي ارتفاع الاسعار طبعًا، سواء كانت من الحاجات المفروض يدفعوها اللي هي للري والزراعه وغيره وطرح النهر، وايضا ارتفاع اسعار اللي هي المواد والادوات الرياضيه. لكن الاتحاد المصري للتجديف بيحاول ان هو يساعد بعض الانديه في بعض الادوات اللي هي موجوده عند الاتحاد، بيحاول ان هو يساعدهم. انا في نقطه يا دكتور عمرو يعني نفسي اتكلم مع حد، طبعا بما ان حضرتك مسؤول يعني ومسؤول كبير في الاتحاد، لو عندك إجابة تقولها لي، ليه عندنا في مصر السبونسرشيب كثقافة مش بتبقى منتشرة بشكل كبير، ولو انتشرت وهي ليت لي اتعمل ده مش بتبقى مع أي حد ومش مع أي رياضة، لازم يكون اوريدي اللاعب ده بقى بطل، مع إن الأبطال بيبقوا محتاجين أو الرياضيين بيبقوا محتاجين فترة اللي هي إعداد البطل، مش بعد ما بقى بطل تعالى بقى سبونسر معايا، ولا صناعة البطل، ثقافة صناعة البطل ليه مش منتشرة؟ ليه الشركات لا تلجأ للرياضيين لتحفيزهم؟ ليه دايما بنركز على الفئة اللي هي بنشوفها في 100 إعلان؟ يعني أنا ممكن أشوف ممثل شفته في 30 إعلان و30 برودكت، فأنا not interested، يعني مش حاجة هتشدني. على الصعيد التاني لما أشوف بطل رياضي وأشوف قصته ممكن تعرض بطريقة معينة،
تبقى ملهمة حتى للشباب الصغير، ليه مش تركيز على ده؟ ليه مش بتخاطبوا حضراتكم كرؤساء اتحاد الشركات في ده؟ طيب هي طبعا هي دي حاجه موجوده ليها علاقه بالكالتشر المصريه طبعا للاسف، وليها علاقه بان اللي بيحب يرعى حاجه بيبقى عايز ان اكبر عدد من الناس يشوفوها، فبيروح بيتجه مثلا للحاجات زي اللي هي الكوره والاهلي والزمالك كم عين هتشوف هذا اللاعب. لكن احنا عندنا مثلا في بعض الرياضات الاخرى مثال التجديف كم عين هتشوفها موجوده، يعني مش هتبقى زي اللي هي الكوره. ولكن حديثا في اهتمام من اللي هي السوشيال ريسبونسابيلتي اللي هي المسؤوليه المجتمعيه لبعض الشركات، واحنا على هذا الاساس اكشلي تكلمنا مع البنك الاهلي وهو اقتنع بالفكره، رغم ان هو عارف ان التجديف يعني يمكن اعلاميا مش بالصوره، لكن احنا بنشكركم طبعا يعني النهارده على وجودكم ده بالعكس بيظهرنا اكتر. فكانوا مقتنعين جدا برياضه التجديف واحياء رياضه اساسيه وقديمه وتراثيه لمصر، فقرروا ان هم يعملوا دعم للاتحاد المصري للتجديف. في شركه زي شركه روابط، لا احنا هنقول بقى الشركات ونعمل اعلانات، لا انا بتكلم، لا لان هم انا ما بقولش عشان هي كده، لان هم عاملين يعني بيساعدوا، انا اسف لو كنت قلت، لا حضرتك براحتك يا دكتور. لكن هي في رعايه اللي هي لبعض اللاعبين الموجودين، فدي طبعا بتساعد جامد قوي في بعض، لكن طبعا محتاجين وبندعو طبعا اللي هي الشركات ان هي تاخد اللي هي المسؤوليه طبعا المجتمعيه بتاعتها. طبعا انا بتفق مع حضرتك 1000000%، وانا من الناس اللي بطلع اقول الكلام ده يوميا، نفسنا نشوف ابطالنا الرياضيين والرياضيين بتوعنا في كل الرياضات هم اللي في الاعلانات بصراحه. طبعا اللعيبه حقيقه يعني بيبذلوا مجهود جامد جدا، بيصحوا بدري وبتكلفوا مصاريف جامده في الانتقالات اسم مصر في محافل دوليه وده كفايه وتغذيه يعني. والحاجات دي كلها، فيعني محتاجين دعمهم فعلا جامد يعني. بتفق مع حضرتك. طيب عايزه اروح برضو لنقطه اخرى، وليه بعض اللعيبه، مش هقول في التجديف تحديدا بس ده بيحصل، بقى في مشاكل مع الاتحادات. يعني انا ما اعرفش مشاكل اتحاد في التجديف واتحاد التجديف، لان انا مش هطلع اقول ان في مشاكل، ربما ما فيش اي مشكله وده على فكره يسعدنا، لكن انا بتكلم ليه بيبقى في بعض المشاكل مع بعض الرياضيين، سوء تفاهم مع الاتحاد، عدم تلبي او تلبيه المتطلبات للابطال، حتى بعد لما بيكونوا مثلا ابطال اولمبيين. من وجهه نظر حضرتك دكتور عمرو، ده راجع لايه وازاي بيتم معالجته لو يعني واجهتوا حاجه زي كده عندكم؟ هو اكيد في جميع الاتحادات يعني بيحصل في نوع من عدم الرضا احيانا من بعض اللي هي اللاعبين لانهم عايزين رعايه اكتر، بس بيبقى في عده عوامل مختلفه، عوامل ما بين الامكانيات اللي هي الماديه، هل نقدر نحققها ولا لا، المتوفر عند الاتحاد، لان احنا كاتحاد مسؤولين عن مش بس اللي هي المنتخب، الموظفين، ومسؤولين عن المشاكل اللي هي القانونيه اللي هي بتبقى موجوده ان احنا نتابعها، اذا كان في ايجارات لقوارب او حاجات بندفعها للاتحاد اللي هي الدولي او للسفريات او للطيران، اللي هو الحاجات ابتدت تبقى اسعارها تبقى فلكيه. بس المفروض اللاعب لا يقحم في اللوجيستكس دي، خلينا نقولها بنحاول على قد ما نقدر بس طبعًا في التمرين طبعًا في اللعب. وفي بقى مشاكل تانية بتبقى ليها علاقه بالتدريب، يعني هو مبسوط في التدريب مش مبسوط في التدريب، ففي عده مشاكل، منها جزء اجتماعي وجزء مالي وجزء للاسف، لكن دي موجوده بس بنحاول ان احنا طبعا ان احنا نعالجها على قد ما نقدر ونهتم باللاعبين بتاعتنا. دي حاجه مهمه جدا، مهمه جدا، علشان بعد كده ان شاء الله لما نيجي نتكلم على البارالمبيكس او نتكلم على الاولمبيكس اللي جايه، الاولمبيات يعني اللي جايه ان شاء الله في باريس تحديدا 2024، ما نقولش اصل احنا ما حصلناش على ميداليات كذا لان احنا كان عندنا مشاكل، زي ما اتقال في طوكيو بالمناسبه، وقلنا عايزين نشتغل على الاخطاء دي او المشاكل دي من لحظه انتهاء اولمبياد طوكيو لبعد كده باريس 2024. بنتمنى التوفيق بجد لحضرتك وكل ابطالنا، وسعداء بوجود حضرتك، يعني مش مفروض حضرتك اللي تشكرنا، ده دورنا، وتسليط الضوء على الابطال والرياضات المختلفه ده اكيد دور الاعلام بشكل كبير جدا. وممكن ان شاء الله نعمل كمان بس بعد رمضان نعمل تقرير، نيجي نصور مع ابطالنا وهم بيتمرنوا. انا ممكن بنفسي اجي اعمل التقرير. تشرفي حضرتك. خلاص خليها على تواصل يا دكتور، ده وعد مني ان شاء الله هنعمل ده. ان شاء الله. قلت لي يا دكتور عمرو شكرا جزيلا، ميرسي جدا، اشكرك. هنروح فاصل سريع مع حضراتكم ونرجع نكمل فقراتنا، خليكم معانا.